حتى وين ما نعرف شكون هذا اللي داو شغل لا لين شكون اللي لاحوا في يوتيوب شكون اللي نشوف هذا شكون شكون اللي نشوف واش 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 من كان عارف بانه شي واحد صوروا لاحوا ولا شي واحد نقشوا لاحوا ولا ما يقولها لي. هذه اولا. ثانيا انا جي تروفي تري سامباتيك تروفي تري مزيان مزيان رئيس الحكومه بحالو بحال الناس كيف بحفايدو حتى انا عندي حفايدي كنشطح كنشطح معاهم ونغني معاهم يعني علاش تحسنا ديما نلاصقو هادو بعيد من كان راجل الانسان بحالو بحال عباد الله عنده حفاظو كيف صاحبي ويشطح معاهم راه الملك حتى هو كيشطح مع ولادو لو كان لو كان نشوفو دابا اوباما كيشطح مع ولادو شكون اللي غادي ينوض يدير لو كان ايزونطوي غادي يصيبو هادشي مزيان ويضحكو صافي راجل سامباتيك مجتمع في سامباتيك كيشطح مع حفايضو لا علاقة له والشي في السياسة هي انا لا اعتقد ان 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 من كان يستغل حفايضو للسياسة مستحيل لانه حتى النبرة ديالو كيفاش كيتعامل داك الشيء عفوي هذا تخش واحد ما يخلقش السياسة هذا انا ما لا راجل ما عرفش الاخر يضحك ويلعب مع حفايضو واش هاد المسالة شي يبداو يمنعونا منه لا موجي بوكو ايمي بيني وبينك والله الا عجب لي الحال مزيان سي تري سامباتيك وتصور انه هذه اول مرة في تاريخ المغرب عندنا واحد رئيس حكومة كيبان داخل دارو كيشطح مع حفايضو أول مرة في تاريخ المغرب أما شتي شي مستكير يشطح مع حفايضو ولا دريس البصري ولا شي واحد فالو كأنهم هذا نشوف زعماء ديالنا مزوجين سياسيين كأنهم ما عندهم لا عائلة لا ولاد لا حفار لا والو كيبانو غا هما حتى عيالاتهم ما كيبانوش وخا هكاكا بعدا بالكيان ما تو بانت وهو بان اجينا كنعرف الموقف من بالكيان سياسيا ما نتفقش معاه ولكن هذا شيء جميل شيء مليان.